استعداد على تأمين سلامة قادة المعارضة في سوريا، بالإضافة إلى حماية رؤساء الإدارة المحلية التابعة للنظام من الذين وقعوا على اتفاق وقف إطلاق النار. تصريح من وزارة الدفاع الروسية نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية على لسان مدير مركز تنسيق الهدنة بقاعدة حميميم في اللاذقية سيرغي كورولينكو المسؤول الروسي، وبحسب ادعاءاته أشار إلى أن قادة المعارضة الذين وقعوا اتفاقات هدنة يطالبون المركز الآن بتوفير الحماية والأمن من مقاتلي تنظيم الدولة وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي أعلنت الحرب ضد المعارضين الموقعين على حد تعبيره. حسن النوايا الذي قدمته روسيا واستعدادها على البدء بالمصالحة في سوريا مجرد غطاء، فما بني على باطل هو باطل. جيش الإسلام، وبعد أن أعلنت موسكو بأن بعضا من أعضائه الموجودين في بلدة رحيبة الواقع في القلمون الشرقي وقعوا اتفاقات لوقف إطلاق النار مع الروس، أصدر بيانا نفى جميع الأخبار التي صدرت عن مجلس تنسيق قاعدة حميميم العسكرية. وطبعا لم تكن هذه الادعاءات الأولى لوزارة الدفاع الروسية، بل ادعى مدير المركز الروسي للمصالحة أنه تم التوقيع على وقف القتال مع قياديي 5 جماعات من المعارضة المعتدلة تنشط في محافظة درعا، مشيرا إلى استمرار المفاوضات مع قادة 4 مجموعات معارضة مسلحة أخرى في محافظات دمشق وحمص ودرعا. ما يتجاهله الروس هو أن الطرف الذي وافق على وقف إطلاق النار في سوريا في جنيف هو اللجنة العليا للمفاوضات وليس جيش الإسلام والفصائل التي تحدث عنها في درعا. ومن جهته أشار رئيس وفد المعارضة السورية للمفاوضات في جنيف أسعد الزعبي إلى أن هناك العديد من التناقضات في بيان وقف إطلاق النار الأخير، وبناء عليه اتخذت الهيئة العليا قرارها باستفتاء جميع فصائل المعارضة على هذا البيان، مضيفا أن الهيئة العليا أبدت موافقتها على وقف إطلاق النار ولكنها تحفظت على تحديد روسيا للفصائل الإرهابية، خاصة وأن روسيا ونظام بشار هما الخصم والحكم في هذه النقاط، معربا عن رفضه لتحكيم روسيا في المفاوضات لأن المعارضة السورية تعتبرها خصما يدعم نظام بشار.